تتقلب الأيام على أونغ سان سوتشي فريحة كانت بالأمس متوجة بزهور مناصريها، واليوم مطوقة بقضايا يحاكمها جيش بيتوها من جنائية كانت الثالثة أخيرها أمس، ويدافع عنها كثيرون خارج أسوار تلك المحكمة. تستمر المظاهرات ويواصل الشارع احتجاجه على الانقلاب العسكري واعتقال رموز الحكم، مظاهرات أوسع يرد بها معارضون على مزاعم الجيش أنها تأييد شعبي للانقلاب. حشود تتزايد في مدن يانغون ومندالاي، اشتباكات واعتقالات قد تصل إلى السجن 20 عاما لمن يعارض القادة. 450 شخصا من المعتقلين منذ بدء الانقلاب تقول تقديرات جمعية السجناء السياسيين، وسط أنباء عن إرسال قوات أكثر إلى محيط مدينة يانغون. مشهد مقلق أن تكون عواقب العنف وخيمة، يخشى مقرر الأمم المتحدة توم أندروز. ما استدعى رئيس جمعية للهيئة فولكان بوزاكير مطالبة جيش بزيارة أممية للبلاد، يؤكد لهم لم يفت الأوان بعد للاستماع لإرادة الشعب. يرد الجيش في أول مؤتمر صحفي منذ الانقلاب: قواتنا لن تبقى في السلطة، وسيتم تسليم الحكم للحزب الفائز بعد انتخابات نزيهة، يقول المتحدث باسم الجيش. يضيف أن انتخابات نوفمبر لم تكن كذلك دون أن يقدم أدلة، وأن جيشه يريد تنفيذ القانون. الموقوفون في قبضة الجيش بصحة جيدة، ليس الأمر وكأنهم اعتقلوا، إنهم في مكان آمن، سوف نستمر وفقا للقانون ولن نتجاوزه. لم تكفي كلمات الجيش، الأفعال تثير سخط الشارع، ولصداها غضب أكبر في الخارج. واشنطن ولندن تنددان بما يحدث. تعزف الثورة هنا، يريد شبابها انقلابا على انقلاب، ووقعا على إيقاع عنف طال.